هزمت بعون الله انكسرت شوكتها شقد جارت شقد ظلمه امريكا انبلت خيبتها يا عرب يا مسلمين يزيد نخلي دينا الف مثل امريكا والله ابد ما قدرت علينا يا عرب يا مسلمين يزيد نخلي دينا الف مثل امريكا والله ابد ما تقدر علينا احنا امريكا تقاط ضربتنا لكن ظلينا بعزتنا معروفة ظلت هوستنا الزايب لعنة وغاصبينة ده الزايب لعنة وغاصبينة هو اليوم بس بالعيد وحده اشتراكية اصبحت بالبلد وحده ولا خاين يمر على الثنية الفرح لوم الحزن ما تمر ليالية ولو ما حنين البعث ما ضحكت الحنية غرد يا طير الفرح دقلنا شوبية وكحل دروب الوطن ديارم شواطية والما مشوية بعد داي ترى خسران تالية اخوتي ها اخوتي ها صدام لو راد الزلم كنا في داهية صدام لو راد الزلم كنا في داهية صدام لو راد الزلم كنا في داهية للقائد الملهم للماضف على الهام للي رواها بدم تسلم والاستسلام للغالي ما عنوان هو في الامريكا مثل العراق الزين للدم والتحسين مشاهدينا الأحبة وفي بيت آخر لنا حديث جديد وأسأل مساعد مثل ما سألت بالبداية لماذا أنت تحبين صدام حسين؟ سألتيني ليش تحبين صدام حسين؟ صدام حسين عربي، صدام حسين مسلم، صدام حسين شهم، صدام حسين غيور، صدام حسين رفع راسنا، صدام حسين نفديه بروحنا هسه. الله يديم ان شاء الله يرضى عليك. واحنا يعني الله شهدان احكي حقيقة نفسي هاي يعني مهضومة ليش دي لا شايل هالحمل الثقيل صدام والله وبالله يعني الليل ما جاي نامه بالله العظيم ليش شايل هالحمل الثقيل هو ما يستحق هذا لكن الله موجود ان شاء الله والله ينصره شنو جاينا من برا صدام ابننا من عندنا وبينا كان زين وكان مو زين احنا نتحمل شينا وزينا شعلي الغريب يتدخل والاجنبي ابننا البار عربي غيور ينغر على العرب ينغر على ابناء وطنه عادل عاقل مشى مشية صحيحة رفع روسنا اباوس نفسه وشهامته قبل كل شيء عندنا بعد اكثر من هذا سمين وسعد أبو سعد أبو سعد نفس السؤال ليش تحب صدام حسين؟ أحب السيد صدام حسين لأنه هو ابن شعب عراقي جاء من تربة هذا الوطن وأعمال اللي قام بها كل هالسنين الحافلة أعمال مجيدة رفعت رأس العراقي أمام الشعوب العالم وما أعتقد أكو واحد بالعالم ما يعرف شنو هو العراق أو اسم العراق رفع الأمة العربية ونادى بالأمة العربية بمناجاة الأمة العربية بالدفاع عن حقوق الأمة العربية وإن شاء الله هو المنتصر وإن شاء الله يكون العراق مرفوع الرأس بوجود أبو عتاد لينا نقدر نسمع صوت لينا ما دامها موجودة تعالي لينا تعالي لينا تعالي لينا تحبين عمو صدام؟ ليش تحبين عمو صدام؟ لأن أبو صدام بطل العراق وكلنا نحبه. ليش تحبيه أنتي؟ أنا أحبه لأنه يدافع عن وطننا وعن بلدنا. زين أنتي حافظة قصيدة نشيد عن عمو صدام؟ إيه. حافظة. تحيا تحيا يا صدام يا ورثنا والأقلام يا رئيسنا يا محبوب بالقارب اسمك مكتوب يا قارب يا بالأقلام. يا قارب كل الأساس أنت الشمس والنور للسلام للسلام كنا نغني للسلام نعم نعم من عنده للي
واحدة سواها يا كل ألم أقل لكم أنه سؤال لا يطرح على العراقيين؟ من عراق القائد صدام حسين، هذه عطية بالتحايا، إلى اللقاء.